حالياً يزداد ارتفاع المباني، وهذا بشكل يومي ومتزايد. إذا احترقت المباني يصعب إنقاذ الناس. كنت أتمنى أن أعمل كإطفائي. شركة أنظمة الإطفاء. نحن صممنا نظام الإطفاء، وأرجو تشريفنا بالزيارة. حسناً. سابقاً الحرائق تقتل، والآن سيساعد نظامنا في حماية الأرواح. لقد جاء اتصال من غرفة التحكم بأن رطوبة عالية اليوم أدت لعطل كبير به. أتشاو، ماذا حدث؟ اندلع حريق بالمكيفات وانقطع التيار. سيصل فريق الإطفاء حالاً من أجل سلامتكم حتى نخرج من هنا بأمان. البدروم مصدر النار، نظام الإطفاء في المبنى قد تعطل بالكامل. أمي! زلت رافضاً أن يكون لك طفل. أجورينتي! تريدين إنقاذها؟ أم إنقاذ نفسك؟ استريحي هنا يا زوجتي. 50 ميلاد المركز، نحن موجودون بالطبق 30. لا يمكن وضع السلم هنا، دلنا على كيفية الهروب. حرك الميزان هنا! الميزان لا يتحرك! وأنا لا شيء لدي لتنقذ زوجتك. سلاح! أنا أنقذ الناس ولا أختار من.